طيب خلونا نروح الخبر الاخير معانا النهارده، عدوى الطاعون والصين. حين احنا بقالنا ايام بنقرا على المواقع المختلفه عن عدوى طاعون جديده ظهرت بداخل الصين، نظرا ايضا لتناولهم حيوانات غريبه لا تؤكل. يعني انا سمعت ناس سلاله من سلالات السناجب. فالمهم انه ده اثار بلبله شديده جدا مش في داخل مصر فقط ولكن حول العالم، انه عدوى جديده وهم رفعوا درجه الطوارئ لدرجه ثالثه في داخل الصين. فهل يعني ذلك انه هذه العدوى ستنتشر خارج الصين مثل كورونا؟ هل هذا يعني انه طاعون يعود مره اخرى؟ الكثير من الاسئله. وزارة الصحة أكدت أن مصر آمنة تماما من عدوى الطاعون الجديدة اللي ظهر في الصين مؤخرا، وأن مصر لديها نظام ترصد قوي يتصدى ل 41 مرض ووباء قادر على حماية المجتمع من أي مخاطر وبائية تطرأ على الخارج. قالت الوزارة أن عدوى الطاعون ما هي إلا عدوى بكتيرية وظهرت حالة واحدة في ولاية منغولية الصينية وتم عزل الحالة والتعامل معها سريعا، وأن المضادات الحيوية وعلاج فعال ويقضي على الطاعون ولا يوجد أي خوف من إصابة أي شخص حول العالم بالمرض. طب خلونا نستقبل عبر الهاتف دكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات والمناعة في مدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية. دكتور أهلا بحضرتك. مساء يا فندم حضرتك والساده المشاهدين. عدوى طاعون جديده تظهر في الداخل الصيني، الحقيقه بلبله حول العالم، منصات التواصل الاجتماعي، الانترنت، يعني خوف طبعا من انتشار هذه العدوى. احنا لسه ما خلصناش كورونا يا دكتور. للاسف هو الموضوع برضه فيه تضخيم اعلامي كبير جدا، او يمكن ممكن نعذر الناس نوعا ما لان احنا في وباء كبير زي وباء الكورونا. بس هو الطاعون ده مختلف عن الطاعون اللي ظهر في العصور القديمه؟ الطاعون ثلاث انواع، في الطاعون الدملي او الدبلي اللي هي اللي ظهرت الحالتين بتاعه في مدينه شمال منغوليا شمال غرب الصين، وفي الطاعون الدموي وده اللي بتسببه بكتيريا اسمها اليريزينيا بيستس. دي بكتيريا بتتنقل عن طريق القوارض والفئران وبعض انواع السناجب او لدغات بعض الحشرات زي البراغيث، يا اما تلدغ هذه الحيوانات ثم الحيوانات يتم اكلها او التعامل معها او تعض الانسان، هنا العدوى بتتنقل ويبدا يثري او تثري هذه البكتيريا وتتضاعف في الدم وتعمل مشاكل كتير جدا وغرغرينا في الاطراف الاصابع والاصبع. النوع الاخطر وهو النوع الثالث وهو الطاعون الرئوي. الطاعون الرئوي ان البكتيريا بتصل للرئه بشكل او باخر عن طريق فريان الدم وتبدا تتضاعف في الرئه وتعمل حاله بيسموها النومينيا بلاج. النومينيا بلاج دي تقريبا بتعمل فشل كامل في عمل الرئه خلال 24 ساعه ان لم يلحق المريض. يبقى اذا ده مرض بكتيري وليس فيروسي. الحالات الثلاث انواع اللي حضرتك ذكرتهم دول ليهم فاكسينز او ليهم ادويه تم اختراعهم فعلا، بما انه الطاعون مرض قديم؟ يعني الطاعون مرض قديم حضرتك وظهر في العصور الوسطى وقضى على ارواح الميلين من الناس. صحيح. اللي كان ظهر وكان سريع الانتشار هو كان الطاعون الرئوي او الطاعون الدموي، ولكن الطاعون الدبلي اللي هم الحالتين اللي ظهروا في الصين دول التسجيلات بتاعتهم قليله جدا منذ سنين كثيره، مش منتشر بالشكل الرهيب ولا ينتشر من انسان الى انسان الا بصعوبه كبيره جدا. مش سريع الانتشار يعني يا دكتور؟ لا غير سريع الانتشار، حالات بسيطه جدا لدرجه حضرتك ان من 2009 ل 2018 الصين كلها اللي فيها مليار ونص وعليها الشبهه كلها في الكلام لم تسجل الا 26 حاله فقط، توفى منهم 11 حاله. واخرهم كانوا اربع حالات في نوفمبر الماضي ولم تحدث هذه الضجه الرهيبه جدا وعدى الموضوع عادي جدا. حسب العلاج اتفضل يا دكتور. ايوه العلاج. العلاج بالمضادات الحيويه. أيوة بما بالزبط. انه مرض بكتيري، ولكن الاهم فيه هو سرعه التشخيص وسرعه الرصد وسرعه اخذ العلاج، والا بتحدث نسب وفيات عاليه جدا، بيقولوا ان هي بتبقى حوالي من 30 ل 60. بس انا قريت كمان انه اللي يخوف من هذا او هذه العدوى يا دكتور انها يعني مش صعب اكتشافها، ولكن يعني لو دخلت جسم الانسان هي بتؤدي الى الوفاه او تدهور الحاله بشكل سريع. التشخيص المبكر مهم جدا في الثلاث انواع، سواء الطاعون الدبلي او الدموي او الرئوي. التشخيص المبكر مهم جدا، ولكن الاعراض بتبقى ظاهره جدا في الطاعون الدبلي اللي هم الحالتين اللي ظهروا، بيحصل انتفاخ والتهاب في العقد الليمفاويه واللوزتين، وبيحصل حمى رهيبه جدا وصداع رهيب،
وبيبان على شكل دمامل في الجلد، حجمها كبير، فبتبقى الحالة ظاهرة جدا في التشخيص. هي الفكرة كلها في سرعة أخذ العلاج للشفاء. المرض غير سريع الانتشار، المرض حالاته سنويا بتسجل بحالات قليلة جدا على مستوى العالم على فكرة، مش الصين بس. احنا الحمد لله في مصر وفي الدول العربية وفي الشرق الأوسط عموما حالات يمكن نادرة جدا جدا تكاد تكون غير موجودة منذ عدة سنوات بهذا النوع من الطاعون. الحمد لله، بشكرك يا دكتور. شكرا جزيلا دكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات والمناعة بمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية. فيش عدوى طاعون دبلي إن شاء الله يعني خارج الصين، مش هيخرج.